معايا بتنجان وبطاطس وفلفل مقليين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، عايزه تقليهم في زيت ما عنديش مشكله، تقليهم في الفرن ما عنديش مشكله، اير فراير برده ما عنديش اي مشكله في اي حاجه. لحمه المفرومه هنعصبها بايه؟ عندي لحمه مفرومه حطيت لها شويه زيت او زيت وزبده او سمنه واديتها صدمه بالشكل ده كده، واول ما تنزل على النار اول حاجه اعملها اديها حبه من الفلفل الاسود علشان اطلع الروائح الحلوه اللي في اللحمه قبل ما اضيف لها اي حاجه خالص. يتغير اللون بتاعها ابدا بعد كده احط باقي المكونات اللي هي ايه؟ عندي بصل، عندي ثوم، فلفل حامي، وطبعا انا عشان عندي النهارده بتنجان وبطاطس فانا محتاجه ان الفلفل الحامي يبقى مصحصح معايا وظاهر. عندي فلفل الوان، وعندي طماطم مكعبات صغيره، وصلصه طماطم متسبكه، وصلصه طماطم بوريه، وشويه زيت اللي حطيناهم، وكمون وملح. عصجنا اللحمه بالشكل ده كده، هي لسه ما اتعصجتش، انا يا دوب اديتها صدمه، اتغير اللون بتاعها، اتغير اللون بتاعها مع رشه الفلفل الاسود. عندي بعد كده بصل وثوم. طيب وانا دلوقتي بعصج، هل هيفرق احط البصل الاول ولا الثوم الاول؟ عشان هيفرق. طيب ايمن ورغده قالوا لا، حمدي بيقول لي هيفرق، هيفرق في ايه؟ عايزه اقول لكم في نقاش، نقاش، حمدي ليه راي ورغده ليها راي، وكل واحد ليه عنده الدلائل، يعني كل واحد مقتنع بوج. انا سقفت الرغده عشان هي اللي صح. حمدي قال لي لا هننزل بالثوم الاول على لو احنا عايزين التيست يبقى عالي والثوم يبقى ظاهر فهننزل بالثوم الاول، لو احنا عايزينها مسكره زياده والثوم ما يبقاش ظاهر هننزل بالبصل الاول. طيب رغده قالت لي لا الكلام دوت، هي علقت على كلام حمدي، الكلام ده لو التوم اصلا نازل في زبده وزيت الاول مش على حاجه، فهتبدا الروايح فعلا بتاعته تظهر الاول وبعد كده ننزل بالبصل. هو ده الصح، ان احنا لو محتاجين ان التوم يظهر الاول مش هنزله على اللحمه، انا لو نزلت التوم على اللحمه دلوقتي هيديني تطعيم التوم عاديه لكن مش التست العالي. فدلوقتي انا مش فارق بالنسبه لي انزل البصل الاول انزل التوم الاول، ما عنديش مشكله عشان عندي اساس، الاساس ده اللي هي اللحمه اللي بتتعصب قدامي او اللي بيتغير لونها. لكن لو الطاسه عندي فاضيه خالص وهحط فيها شويه زبده وزيت او شويه السمنه، انزل الثوم الاول ولا البصل الاول؟ لا يبقى هنزل الثوم الاول علشان الروائح بتاعته تطلع وتفحفح كده، وارجع بعد كده انزل عليه البصل، ما عنديش اي مشكله. برافو عليك يا رغده، رغده واحد حمدي زيرو. بصوا كده عملنا ايه، لحمه وعليها فلفل اسود، اتغير اللون بتاعها، نزلنا بثوم وبصل، انزل بعد كده بفلفل الوان متقطع مكعبات. في اللحظه دي انا ما عنديش مشكله ايه اللي يتحط مع ايه او ايه اللي يتحط قبله. طماطم بوريه، فلفل حامي، حبه من الكمون وكتير، الوصفه ديت اساسيها كمون، طماطم مكعبات، كل ده مع بعضه بالشكل ده كده. ابدا اقلب ده كله مع بعضه. شايفين النص كيلو لحمه بقى عامل ازاي؟ ومحدش يقول لي دي كلها بقت خضار، اللحمه مش هتبقى باينه واللحمه مش هيكون ليها تطعيمه، مفيش الكلام ده خالص. بالشكل ده كده انزل عليها بصلصه الطماطم المتسبكه. بالشكل ده. املح وفلفل واسيبها تستوي على النار. بسم الله. محدش يقول ان كمية الملح اللي انا حطيتها كبيرة او حاجة، لا هي عشان المعلقة صغيرة فانتم متهيألكم. ابدأ اجمع كل ده كله مع بعضه كده. بالشكل ده. علشان يكفي لي الطبقات اللي انا محتاجاها. كده. كده تمام وزي الفل. ندوق الحياء بتاعها ونشوف هي محتاجه حاجه تاني ولا لا. بسم الله مظبوطه على الشعر. عندي الطاجن بالشكل ده كده، وابدا ان انا
ارص الطبقات بتاعتهم. احنا عندنا طبق الكميه بتاعت البتنجان اكبر من البطاطس. طب لو انا عندي بتنجانيه واحده هقليها وعندي كميه البطاطس اكتر، يبقى هعمل طبقتين من البطاطس وطبقه واحده من البتنجان. لكن انا عندي البتنجان اكتر دلوقتي، فهبدا ان انا ابدا بيه هو. طيب هنبدا بيه لوحده، هنحط ايه في الطاجن؟ الجدع اللي هيقول لي، والله اللي هيقول لي ان انا هحط ايه في الطاجن الشوكولاتايه. انت ما اديتيش فرصه لحد ان هو يتكلم اصلا. ماشي. ما هي محضره السكريبت بس ما تعرفش انا هعمل ايه. ما قالت يا ايمن، قالت انا لسه اصلا ما قلتش حاجه ولقيتها بتقول لي حبه صلصه. ماشي يا رغد، بصوا كده، بصوا كده، ببدا ان انا ارص البتنجان بالشكل ده، وانا مختاره طاجن بايركس ازاز علشان انا محتاجه ان هو يبين شكل الطبقات وجمال الوصفه اللي احنا هنعملها بالمنظر ده كده. بالشكل ده. بصوا شايفين انا بعمل ايه؟ انا محتاجه شكل الالوان ده والطبقات دي وانا بعمل الصنف. كده. بالشكل ده كده. بصوا بملى اي فراغات موجوده علشان تديني الشكل اللي انا عايزاه، علشان لما اجي اقدمها يبقى شكل الطاجن حلو قوي. احنا خلينا متفقين دايما ان العين بتاكل قبل البق، فانا محتاجه ان الطاجن بتاعي مجرد ما يتحط على الترابيزه او على الطبليه او على السفره يخطف العين والقلب كده. كده تمام جدا. طيب هبدا ان انا اللحمه عندي تمام وزي الفل، ابدا اخد اللحمه. شايفين الطبقات بتاعه البتنجان والبطاطس عامله ازاي؟ انا كنت متخيله ان هي هتديني طبقه واحده بطاطس، لكن ما شاء الله ادتني طبقتين، بقى عندي طبقتين من البتنجان وطبقتين من البطاطس. بالشكل ده كده. بقول لكم ايه يا حمدي يا رغده، بقول لكم ايه، انا مش هحط طبقه البطاطس التانيه. والله انا بفكر ان انا ما احطهاش، لان انا حابه الشكل بتاعها كده قوي، وهحط على الوش الفلفل المقلي ده. الطبقات بتاعتها كده عجباني جدا، فهحط فلفل على الوش. والبطاطس المتحمره دي نعملها سندوتشات كده مع رشه ملح وفلفل اسود، وصحتين وعافيه على قلب اللي هياكله. نعمل كده كده بالشكل ده، وادي الفلفل الرومي اهو. انا حبيت كده شكلها احسن من ان انا احط بطاطس تاني، يعني شكل اللحمه المفرومه وهي على الوش شكلها احلى بكتير من ان انا كنت ادليها. دي كلها افكار بتجيلكوا وانتوا شغالين، مش شرط اللي انا اعمله انتوا تعملوه. فرضا ان انت عايزه تعملي مثلا البطاطس على الوش ما عنديش اي مشكله، عايزه تعملي طبقه البتنجان على الوش ما عنديش اي مشكله، فانا حابه قوي 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 شكلها كده. مش عايزه اي حاجه تاني، يتاكل كده. بس انا هحطه في الفرن يتشمع بس شويه. شايفين شكل الطبقات؟ الله اكبر. لما اقول ان العين بتاكل قبل البق كان عندنا حق. الفرن بتاعنا شغال، هنحطها في النص ولا عند الشوايه؟ ها، برافو عليك، يلا بينا هنحطها واحد واحد. صح. لا لا والله. خالص. بصوا تحت الشوايه يا دوب بس ياخد ايه، 5 دقايق. احنا اصلا ممكن لما نرجع من الفاصل نطلعها. لا انا قصدي على الصينيه دي، اول ما نرجع من الفاصل نطلعها. ليه؟ يا دوب هتكون خدت الوش بتاعها. هنقفل كده، مشغلاها على كام؟ على اي درجه انت عايزاها، 180 200 ما عنديش اي مشكله. ده هو الوش بس، دوب بس تبقى تحت الشوايه. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخم فخامه.